ابو الزقازيق. لا اظبط الكرومة عشان كورونا. كورونا ايه يا عم؟ بقول لك الكرومة، الكرومة الخلفية، عشان عندنا النهاردة حلقة تصوير هنتكلم فيها على شوية حاجات في الصوتيات كده واسرار حلوة جدا، فظبط لنا الدنيا. يلا بينا في الفيديو بتاع النهاردة. هنتكلم على سيري جديد او نطق حرف من الحروف بتاعت اللغة الانجليزية. النطق الحرف دوت هيبوظ لك حياتك خالص، ما تسمعنيش غلط زيه، هيظبط لك نطقك في اللغة الانجليزية جدا جدا جدا. يلا بينا. يلا حرف الال في الانجليش ليه نطقين، نطق بنسميه clear l والنطق التاني بنسميه dark l. يلا نبتدي مع بعض. اول نطق وهو clear l. الclear l بيبقى نطقها ال 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 عادية هي ال ال. طيب بتحصل امتى؟ بتحصل في الانجليش لما حرف الال يبقى جاي قبل الفاولز، والفاولز هي الحروف المتحركة الA والO والU والI والE. ناخد مع بعض الكلمات. كلمة lit lit لا 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 lit lit. بص انا مخرج لساني لبره كتير. lit lit. كلمة load لا 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 load load load. عندنا كمان كلمة لا لا life لا لا life life لا لا life. اسمع كده ثاني معايا نطقناها ازاي. ال 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 عادية هي ال ال. الدارك ال ودي بقى النطق بتاعها بيبقى ال ال. انت شايف الفرق؟ لساني مش طالع لبرا زي الكلير ال، وكيرف كده لفوق وبقول ال ال زي والله والله. كلمة عندنا في اللغة العربية والله والله، انما الكلير ال زي بسم الله لا لا، يبقى الدارك ال والله ال ال. طب بتحصل امتى؟ بتحصل في اخر الكلمة في كلمات زي school school. كلمة call call. كلمة pool pool. او لما بتبقى ال جاية بعدها حرف ثابت على طول زي كلمة milk milk milk. او كلمة single مش single 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 single. طيب هقول لك بقى كلمة تظبط بيها الاتنين مع بعض، الكلير ال والدارك ال، وهي كلمة little. بص ال الأولانية عادية clear ال لا لا little، والتانية ال little لا لا little 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 little. one more time ال ال. انت شايف الفرق؟ لساني مش طالع لبرا زي الكلير ال، وكيرف كده لفوق وبقول ال ال زي والله والله. هناخد بقى جملة مع بعض فيها الاثنين، فيها الكلير ال والدارك ال. حاول تكررها اكتر من مرة حتى بعد ما انا اخلص الفيديو. one little lemon fell on the table. one little lemon fell on the table. اخر حاجة بس قبل ما ننهي الفيديو، ما ينفعش ابقى بشرح لك حرف ال وما اقولكش امتى ال بتبقى silent او بتبقى حرف صامت. اولا لما بتبقى جاية في التركيبة ALF زي half يعني نص half half، او زي لحم العجل calf calf. كمان في التركيبات اللي بيبقى فيها ALK زي يمشي walk walk، او يتحدث talk talk. كمان بيبقى عندنا OULD في كلمات كتير جدا في الانجليزي زي should could would. كمان لما بيبقى عندنا ALM دايما ال L بتبقى silent زي calm، مفيش حاجة اسمها calm calm اهدى calm down. كمان palm palm. في بقى كلمات يعني انت وشوقك كده ممكن تنطق فيها ال او ما تنطقهاش زي كلمة all right، ممكن تقول all right وممكن تقول all right. كمان كلمة already بالفعل ممكن تقولها all ready وممكن تقولها already ودي كمان برضو. كلمة always ممكن تقول always وممكن تقول always. افتكر تاني انك لازم تفرق
ما بين نطقين للال الكلير ال 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 عادية هي ال ال زي في كلمة بسم الله عندنا في اللغة العربية و الدارك ال 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 طلع شانك لبرا زي في كلمة والله. لو الفيديو عجبك ما تنساش انك ما تسمعش الكلام ده وتغير هنا واكيد انت بتستفيد شير عشان نوصل لعدد اكبر ونفيد ناس اكتر. Thank you and wish you all the best.